السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة معلومة مفيدة. إذا كنت من المتابعين الجدد أرجو منك الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب، وأتمنى من حضراتكم عمل لايك للفيديو ليصل لأكثر من شخص، وأتمنى تتفاعل معي في التعليقات، وشكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم. الفيديو بتوقيت مصر وهو نفس توقيت ليبيا والسودان وبلاد الشام. لو حضرتك عاوز توقيت العراق او مكة او الكويت او قطر او البحرين من فضلك اضف ساعة للتوقيت. لو حضرتك عاوز توقيت الامارات او عمان اضف ساعتين من فضلك. لو عاوز توقيت المغرب او تونس او الجزائر من فضلك قلل ساعة من الوقت الموجود. لو عاوز توقيت جرينتش او موريتانيا او انجلترا من فضلك قلل ساعتين من الوقت. اتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع قناة معلومة مفيدة. موعد مباراة برشلونة القادمة، ولكن اخر مباراة تم لعبها من جانب برشلونة سننقلها اليكم. اولا، برشلونة آخر مباراة لعبتها كانت في الأسبوع 24، والمباراة كانت النهاردة 15/2/2020، فازت فيها برشلونة 2-1 على ختافي في الدوري الأسباني في الدوري الأسباني في الأسبوع 24. أحرز أهداف برشلونة أنطوان جريزمان في الدقيقة 34 وسيرجي روبرتو في الدقيقة 39، وهدف ختافي جاء عن طريق أنخيل رودريجيز في الدقيقة 66. الآن نتعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة بإذن الله تعالى والقنوات الناقلة. موعد مباراة برشلونة القادمة بإذن الله تعالى يوم السبت 22 فبراير 2020، السبت القادم بإذن الله تعالى، في الدوري الأسباني في الأسبوع 25. مواعيد المباريات الساعة 5 مساء بتوقيت مصر أو القاهرة، وباقي المواعيد وضحتها في أول الفيديو. المباراة هتكون بين برشلونة وإيبار، والمباراة ستذاع على قناة بين سبورت 3 كعادة الدوري الأسباني. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين. ما تنساش الضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب، ونراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.